تحياتي. في سؤال شفته كثير في الكومنتس هو ليش في كل سنة بطولة كوبا أمريكا، وتحديدا هذا السؤال بيجي من الجماهير اللي مش حابة ليونيل ميسي يجيب بطولة دولية. طيب ليش في بطولة كوبا أمريكا كل سنة؟ التبريرات انسوها، يعني حيجي يقول لك الذكرى المئوية وتحويلها لأربع سنين وتحويلها لثلاث سنين، حيظلوا يطلعوا لك أسباب. السبب كثير بسيط في الدنيا، كثير واضح، كثير مباشر. السبب حقوق البث، فلوس. اتحاد كوبا أمريكا بده فلوس، بطولة الليبرتادورس بطولة حقوقها التلفزيونيين بالنسبة للبطولات الكبرى الأخرى رخيص جدا. البطولة الليبرتادورس فقدت هيبتها، فقدت حتى أهميتها، حتى أندية الليبرتادورس صارت تيجي تخسر مع بطل آسيا. لاعبينها النجوم صاروا يطلعوا من 20 سنة و 19 سنة عمرهم على أوروبا، ما عادت البطولة اللي كنا زمان ننظر لها بالهيبة، فبالتالي حقوقها نزلت. أيضا البطولات المحلية عندهم مش فيش فيها الصناعة التجارية المطلقة، كل شيء قائم على بيع لاعبين لأوروبا. وهذا معناه الاتحاد أمريكا الجنوبية نفسه ما معه فلوس، فبده فلوس، بده فلوس يعيد تمويل نفسه، يستثمر فيها باتحاده. أحسن حل له يستفيد من وجود لاعبين زي ليونيل ميسي، لويس سواريز، نيمار وهدول، ويضله كل مرة يخلق حجة ويلعب بطولة كوبا أمريكا. عادي جدا لو شفته السنة الجاي قبل البطولة كوبا أمريكا 20 يقول لك والله تذكرنا بال21، في واحد مرة مات بسنة 1921 وبدنا نعمل له هاي البطولة لذكرى، وب22 حيظلهم يعملوا هيك طول ما عندهم نجوم بحجم ليونيل ميسي نيمار، يبيعوا عليهم حقوق البث، يدخلوا فلوس أكثر، يجيبوا عقود رعاية إضافية، يدخلوا فلوس أكثر. هذا واضح جدا، هذا هو السبب الوحيد. ما لهاش علاقة بليونيل ميسي لأنه اتحاد أمريكا الجنوبية في النهاية في أمام اتحاد برازيلي، يعني أكيد مش حابب ميسي يجيب لقب. لها علاقة ببساطة بمسألة حقوق بث أكثر، مباريات أكثر، محاولة جلب فلوس أكثر، ومحاولة ربما تنشيط سياحة في دول أمريكا الجنوبية أكثر. سبب اقتصادي بحت لا أكثر ولا أقل. بذكركم إذا بتشوفوني على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب تشتركوا فيها لو سمحتوا، لأنه دائما فيها مقاطع أكثر وأسرع من أي مكان آخر.